المهم تحية مشاهدي قناة سائقة المحترفة حكيمة اللي كيقولوا البراء المرأة بلاصتها الكوزينة. تحية السائقة ديالنا وفاء من قنيطرة، شيفورة ديال ترونسبور، وحاليا كتقلب تخدم في الرموك او في الطوبيس. كنتمنى شي واحد اللي كاين في قنيطرة وعنده شي علاقة بالناس ديال الطوبيس ولا هذا يتوسط لها. انسانها عندها وليدات، مزوجة، ملتزمة. تحية لكل امرأة كتخرج كتجيبها حلال. تحية لكم بنات بلادي، ومرحبا بكم وانا معاكم. وفاء اختي كون بغات الرموك يعني، وبحكم الوليدات بعدنا على الرموك، خلينا هو ابعد حاجة. عندها كاع البيرميات، عندها البطاقة المهنية ديالها. الله يسهل عليك اختي وفاء، والله ييسر لك، والله ييسر لكل بنت. وكيف ما عاونت بنات قبل، تنتي انا تطوعت انني نعاونك في سبيل الله وتوسطت لك. انا توسطت لك مع يعني في البلاصه الكبيره، وكنتمنى ربي ييسر ليك يا ربي. وتحيه ليك، شو تبارك الله السياقه كي دايره، وشوفوا التباته وشوفوا الرزانه. ويجي واحد راسه مربع ويقول لك المراه بلاصتها الكوزينه، حشومه عليك اخويا اش دارت لك؟ ياك ما دات لك بلاصتك، ديك البلاصه راه تبقى خاويه تما، ما غيدخل لها حتى واحد، وانت ما غتدخل ليهاش باش ما تقولش لي بلاصتها، ولا غيدخل لها واحد اخر اللي ما يستاهلهاش وما غتدخلش ليها انت. رزقك عند الله ورزقها عند الله ورزقنا كاملين عند الله. وتحيه لكل واحد كيجيبها بدراعه، وتحيه لكل سائق مهني وكل عاشق للميدان، وتحيه لكل عاشقه للميدان، وتحية مهنية من أخت وصديقة ديالكم حكيمة رشيد السائقة المحترفة. يلا ديروا أبوني فضلا وليس أمرا للقناة ديالي. أنا بغيت القناة ديالي تطلع، وبغيت تكون مدرسة للفتيات والفتيان. والسلام عليكم.